السلام عليكم. بسم الله. اولا السلام عليكم. انا رقية شعير الملقبة بام هيثم. انا كان انا فاعله جمعويه بعدا ومساعده اجتماعيه، وكندير الطبخ انا منذ الصغر. انا عزيز عليا الطبخ، يعني كندير الطبخ يعني سور كوموند في الدار ديالي. اللي بغى شي حاجه كيعيط ليا كنوجد ليه كل شيء. الا كان ممكن تحدثينا يعني حول طريقه يعني اعداد الشباك، يعني وكيفاش كتستعدي لهذا رمضان؟ هذا السنه رمضان مره جاب كنشدو لي كوموند، يعني كل واحد كيحط لا كوموند ديالو، وكنستد نسعد عندي العيالات بعدا اللي كيصايبوا الجنجلان وحبه حلاوه، كنستعدوا يعني منذ سيمانه قبل كنصايب كل شيء، كنغسل كل شيء، كنقي كل شيء، كان يعني كان يتقاد كل شيء، عاد كنطحن، عاد كنبدا ان شاء الله بحول الله في شباكيه، يعني كنجيبها كل واحد الوقت اللي بغاها. الشباكيه ديالنا كاينه ديال اللوز وكاينه ديال الجنجلان. المقومه كدير 70 درهم الكيلو، يعني مع هاد الغلا هادي كانت كدير غير 60 درهم، زدنا 10 دراهم لان كاين كلشي مزيود. يعني الشباكيه يعني تطيب زاد كلشي، يعني الجنجلان مزيود، حبه حلاوه مزيوده، النافع مزيود، الدقيق مزيود، الزيت مزيود، العسل كنديروا العسل، كلشي مزيود كلشي. المهم زدنا 10 دراهم، يعني عندي انا شباكيه مقومه مخيره راه عندي موجوده ب 70 درهم الكيلو، وكاينه هاد اللوز زايده فيها غير اللوز ب 90 درهم الكيلو. شنو الفرق يعني بيناتهم؟ هذا كفيه اللوز، هذيك زايده فيها جبانيه د اللوز، الاخر فيه مقومه كامله بحال بحال، غير هذيك فيها النكهه د اللوز زايده اللوز. ربما الشباكيه ديال المنزل يعني عندها طابع خاص على اللي كتباع. كاينين الناس اللي ما ياكلوش د الزنقه نهائيا، فيما كيطلبوا كيمشيو للباتيسري كيمشيو، وخاصة الناس تاع الديور هما اللي كيخدموا شباكيه زوينه. انا كنخدم شباكيه متقونه، عندي الناس في العيون الداخله بوجدور فرنسا كلشي كلشي، الان المغرب كامل تقريبا الحمد لله كنا كنصيفطوا لها شباكيه. مي هذا العام شويه قليل قليل لا كوموند، قليل الرواج، قليل ربما قليل الرواج هذا العام ان شاء الله. هذا هو كنخدم بالنهار، كان ما كنطيبهاش انا ديك الساعه، كنخليها حتى الغدا بحال هادي دابا غنكمل نخليها حتى الغدا، بما كتوجد العسل صافي كنطيب حتى الغدا. كتبات انا دائما شباكيه كتبات. طريقه التحضير يعني الا كان ممكن تشرح طريقه التحضير؟ لقيتوني عجنت، كانت كندير انا الدقيق ما كنديرش الكيلو، يعني الدقيق كنحط شويه ديال الدقيق تقريبا واحد جوج كيلو ولا ثلاثه في الكسعه، وكندير ليه كاس ديال زيت العود، كاس ديال زيت العود، وكاس ديال زيت المائده عاديه، وكاس ديال الزبده مذوبه عاديه، وكاس ديال كنعبر انا بهذا الكاس ديال العنبه، ديال كاس العنبه كنعبر بالكاس ديال العنبه كبير شويه، هو باش كنعبر. كندير جبان صغار، جبانيه ديال جبانيه ديال الجنجلان مطحون ومقلي، وكندير نص جبانيه ديال حبه حلاوه، ونص جبانيه ديال النافع، وكندير جوج معالق كبار ديال القرفه، كندير شويه ديال الكوزه، كندير المسكه الحره، كندير زعفران حر كندوبو في جوج كيسان تاع الماء، وكنخلط وكنزيد جوج كيسان د الماء في كاس كاس كاس، وهو باش كنعجن. هذه هي العجينه ديالي، وكنجمع الكل، وكتزيد في الدقيق، انت كتزيق تزيد في الدقيق، وفيه الربع ديال ربع ديال الكاس ديال الخل، وكاس ديال ما ورد ما الزهر ديال بلعامر. هذا باش كنعجن. الطريقه يعني باش الطريقه كنجمعها كنجمع وكنكورها، كنخليها تكون بحال هذا الشكل هذا، كنديرهم في الميكات، ولكن دائما الدقيق معانا شتي، كندير بحال هذا الشكل هذا، كنخليهم هما اللي باش كدلك باش تخليك لا ماشين. هذا هو الكاس باش كنعبر، هذا هو الكاس باش كنعبر انا كلشي، هذا هو الكاس. انت الشباكيه درتها في الميكا باش كتخلي شتي هانت شتي، راه ما كتخمر ما والو، واخا فيها خماره، فيها واحد هاد الخماره، واحد الخماره حمراء هانت، وصافي كنخدم ميكا 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 ميكا، هي كي كتولي صافي.
فيهم كندلكها وكندير لها كنسمن انا الطريقه ديالي في شكل. انا كندلكها وكنديرها المره الاولى وكنرجعها وكندوب ليها هكا وعاد كندلكها ورجعها عاوتاني باش كتجي معسله كتحل من الداخل كيدخل ليها العسل. طريقه خاصه. طريقه خاصه كيدخل ليها العسل بحال كتجي مقرمشه وكتجي ها هي راه عندنا زوينه مقاده طيبه غير هذه دلوز هذه الجنجلان عاديه. شحال يعني في النهار ربما كتقادي في النهار؟ يوميا كتقاد 9 الكيلو 10 كيلو 9 الكيلو يوميا 9 هي اللي كت هذا الكاس هذا كيخرج لك 9 الكيلو الا درتي جوج كيسان كيخرج لك تقريبا شي 14 15 كيلو هذا الشيء اللي كيخرج. انا كندير كاس كاس باش ما نتعذبش معاها شويه بشويه. كندير سلو كندير سلو حتى هو داير 150 درهم راه برا داير 200 درهم انا درت ليه 150 درهم ديال اللوز خاص باللوز اللوز والجنجلان حبة حلاوة والنافع وهذا سلو كنعجنو بالعسل ديال الليمون راه كدير العسل ديال الليمون 60 درهم الكيلو اللي كدير هذا هو وكدير البريوات ديال اللوز 150 درهم الكيلو كندير البساط الصغار غير دابا البساط مع الحوت ما يمكنش ندير شباكيه مع الحوت مع انا كنحيد ان شاء الله هاد شعبان كله كنخدم فيه غير سلو وشباكيه والبريوات مي رمضان عندي لا كوموند اخرى ديال البساط الصغار البساط ديال الحوت البساط ديال الدجاج وعندي البريوات ديال الدجاج البريوات الطبخ بشكل عام انا اصلا انا عندي الطبخ انا كندير البساط الكبار كندير الكسكسو بالدفايه كندير الكبسه السعوديه كندير دجاج محمر كندير لي كوكلي كندير لي سلطه رويال يعني كلشي كندير الخضره سوطي كندير كلشي كندير يعني القناه ديالي راه كاينه ام هيتال في اليوتيوب والتيك توك و انا دايره قناه في اليوتيوب دايره قناه في اليوتيوب ام هيتام بالعربيه ياك ولدي ام هيتام بالعربيه ام هيتام ولكن نعطيكم لو ليان وتدخلوا ان شاء الله مرحبا بكم عندي وعندي التيك توك وصلت فيه 13000 كا المهم طلعت كتشاركي مع الناس يعني كنشارك التعليم كلشي درت واحد الصدقه ودرت دفايا درت سكسو بدفايا شرحته من الاول حتى لفان يعني تسقيتو للناس يعني كلشي كنديرو شباكيه عندي شباكيه العاديه عندي الكراوش عندي الدجاج محمر عندي البساط اللي كي كندير ليهم والبريستيج ديال البسطيله عندي سميتو التريد حتى هو البريستيج ديال التريد عندي كل شيء الحمد لله والشكر لله هذا هو.